ليكزامي بخاتيك ما زالت له تقريبا شهير. شنو هي برنامجك؟ شنو هي النوت اللي مبرمج ان شاء الله باش تاخذها؟ على كل نحن حاضرين لك الخطه اللازمه باش تاخو اعلى ما يمكن في ماده الاعلاميه براتيك. عسما يا شباب، شنو هي حوالكم؟ معكم نبيل الشاوش، استاذ اعلاميه بمنصه ليسينا، فونداتور اي ديريكتور دو سنتر لو بلوس لتعليم اللغات والدعم المدرسي. برشا فيكم لما حالة يعرفوني à travers la collection de parascolaires essentiels informatiques في منصة ليسينا.tn. حضرنا لكم خطة جهنمية باش نجمو ندبروا لو ماكسيموم دو بوان في ليكزامان ناسيونال براتيك. الخطة متاعنا سميناها سلك دبر ضمن. اش معناها؟ اكيد ثم فينا برشا من التلامذة اللي كانوا لاهين باللي ماتير دو باز وما كانش العلاقة متاعهم باية برشا مع الانفورماتيك، وتوا جاء الوقت باش يسلك لو ماكسيموم دو بوان. دونك ينجم فاسيلمون يدبر العشرة متاعو. بيان سور عشرة خير من ثمانية وخير من سبعة. وزاد في الخطة متاعنا التلامذة اللي واكبوا دروس متاعهم اترافير المنصة متاعنا اللي نجموا واللي هما قادرين باش يدبروا الخمساج، زاد حتى هما عندهم الحل معنا. وبالطبيعة التلامذة المتميزين والمتمكنين من المادة هذية عندهم اون جراند شانس باش ياخذوا الفام تاعهم. يقول القائل كيفاش؟ ما يخفاكمش اللي في منصة ليسينا.تن وعلى امتداد السنة الدراسية كنا حضرنا لكم مجموعة من الدروس على امتداد الثلاثي الأول والثاني، فيها المحاور الكل متاع البرنامج الرسمي للإعلامية. قدمناها في شكل فيديوهات، الفيديوهات هذية تلقوا فيها تلخيص دروس، تلقوا فيها تمارين مصلحة بالتفصيل الممل مع مجموعة من النصائح والليزاسوس اللي تعاونكم باش نجموا تفهموا الماتير هذه. بالنسبة للثلاثي الثالث حضرنا لكم برنامج مراجعة وسميناه باسم دبر سلك ضم. دبر العشرة متاعك إذا كان المستوى متاعنا ما هوش باهي برشا في الإعلامية، دونك باش نعطيو المنهجية، باش نعطيو الطريقة كيفاش التلميذ اللي ما عندوش برشا مع الانفورماتيك ينجم فاسيلمون يدبر العشرة متاعو. كيما التلامذة اللي عندهم مع الانفورماتيك ومواكبينه وقاعدين يخدموا فيه شوية فاسيلمون ينجموا يدبروا الكنز متاعهم. ما ننساوش التلامذة المتميزين عندهم اون فورت شونس باش يتحصلوا على الفام تاعهم. كيفاش البرنامج هذا؟ هو عبارة على 20 اكزامان براتيك اي تيوريك، 15 فيهم للبراتيك وخمسة فيهم للتيوريك. في العرض هذايا باش نخصصوا حصص لايف ان شاء الله لكل المشتركين، وخلالها هي باش تقدموا الاسئله تاعكم، الاستفسارات، نعطيكم ديزاسوس، نعطيكم نصائح كيفاش نتعاملوا مع الاكزامان تاعنا كسوا براتيك او تيوريك. في العاده وقت اللي نقدم لكم دروس اون فيديو والا في اللايف في اخرهم ديما نقول لكم طابة طابة وآخر العام جينا صابة، دونك نحن توا في آخر العام وإي بيانتو ليزيكزامان. دونك إذا كان تحب تخلط نجم، ما عليك كان تبدأ توا، وإن شاء الله في منصة ليسينا.تن تلقى كل ما يلزمك باش توصل للنجاح متاعك. ما نجم نقولك في الأخر بكل كان إن شاء الله موفق وإن شاء الله بالنجاح والفلاح.